من أجل مواجهة الوباء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب يوم الجمعة عن تعزيز إجراءات الوقاية، إذ من اليوم فصاعدا تحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص على مستوى البلاد، كما أغلقت بعض مناطق الجذب السياحي الشهيرة في فرنسا. في ألمانيا قامت الحكومة يوم الجمعة بصياغة وتنفيذ عدد من إجراءات الوقاية من الوباء، وفي ذات اليوم أعلنت 15 ولاية من أصل 16 ولاية في ألمانيا أنه سيتم تعليق الفصول الدراسية بدءا من الأسبوع المقبل، وستقوم المستشفيات الألمانية بتأجيل أو تعليق العمليات التي يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى بدءا من الأسبوع المقبل كذلك، وذلك بهدف التركيز على التعامل مع المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. أما في سويسرا فقد أعلن المجلس الاتحادي السويسري يوم الجمعة أنه مع تفشي الوباء الخطير ستتوقف المدارس ومؤسسات التدريب عن التدريس، وذلك اعتبارا من اليوم حتى الرابع من الشهر المقبل، كما تحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص اعتبارا من اليوم إلى 30 من الشهر المقبل. إضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي يوم الجمعة أن بولندا دخلت مرحلة الخطر الوبائي المهدد، وسيشرع في منع دخول الأجانب إلى بولندا اعتبارا من يوم غد الأحد. هذا وقد أقرت الجمعية الوطنية البلغارية يوم الجمعة قرارا بدخول حالة الطوارئ من الآن فصاعدا لمدة 30 يوما للحد من انتشار وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.